السلام عليكم. مش ناوي اطول على حضراتكم ولا هيكون في مقدمة للفيديو ولا حاجة. الفيديو هيكون صريح ببداية اول سؤال ونجاوب عليه، هو جنودنا رجعوا ولا لا؟ تمام، ده السؤال الاول. السؤال الثاني، ليه تم تصوير هذه الصورة من مسافة بعيدة جدا 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 وما اتخذتش من كادر قريب؟ السؤال الثالث، عبد الفتاح السيسي اللي راح احتفل بزرع الشجرة، بزرع النخلة اصله والكلام ده كله، احتفل بزرع النخلة، ليه ما عملش لقطة ولا إعلام واتكلم بتوسع شديد عن عودة الجنود؟ ده تلات أسئلة، أو دول تلات أسئلة مهمين جدا جدا. نبدأ من السؤال الأول، هم جنودنا رجعوا ولا لأ؟ في خبر لم ينشره أو أول جهة نشرته كانت قناة سكاي نيوز الإماراتية، القناة الإخبارية الأقوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو قل العبرية المتحدة إن شئت. قال لك عودة الجنود المصريين من السودان، تمام؟ الكلام ده جميل جدا جدا. هذا الخبر لم يبقى في ظل أو في متن أو في موقع قناة سكاي نيوز الإماراتية إلا لمدة ساعة ونص بالظبط بالظبط. كان أخدته كل وسائل الإعلام المصرية ونشرت الخبر وهي مطمئنة. علشان كده قلت المعاليك لو الجنود المصريين هيرجعوا في الفيديو اللي فات بمكالمة التليفون من محمد بن زايد، لأن مصر عارفة أمر رجوع الجنود المصريين متعلق بمكالمة التليفون من محمد بن زايد. خرج بعض أنصار السيسي عندنا في اليوتيوب، وكالعادة أنتوا عارفين أسلوبهم في الكلام، وأنا مش هرد ولا أقول لك قلنا إيه وعادوا إيه ولا قالوا إيه والكلام ده كله. لكن خد بالك، مين اللي نشر الخبر وقال إن جنودنا رجعوا؟ سكاي نيوز الإماراتية. كلام جميل، احتفلنا، جنودنا رجعوا والجيش المصري رجع، او جيش فوزيه للاسف زي ما قال عليه الاعلام الدعم السريع، قال لك جيش فوزيه، مسكنا عليهم جيش فوزيه ونام على بطنك انت وهو. طيب مفيش بقى اي صوره غير الصوره دي، مفيش فيديو، يعني انت طبيعي ان انت يا جدعان في ايه؟ ليه ايه 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 في ايه؟ هاتوا لنا صوره قريبه بقى كده وعبد الفتاح السيسي يمسك البتاع ويغني لك اغنيه بقى الوطنيه بتاعتنا والبطل الهمام اللي جاب جنود، واعملوا لقطه. ازاي ما تعملش؟ ازاي احمد موسى ما احتفلش؟ ما هو برضه حاجة غريبة، إزاي عمرو أديب ما طلعش يعمل حفلة؟ إزاي كلهم أخدوا جنودنا رجعوا وسكتوا؟ مش طبيعي، مش ده الطبيعي بتاعهم، الطبيعي بتاعهم بيعملوا احتفال لأي حاجة، لو هيفتحوا كوبري أو هيفتتحوا كوبري معدية، كوبري مشاة، السيسي لازم يروح يفتتحه ويعمل لقطة وياخد كادر وتصوير. جنودنا هنا لما رجعوا ليه اكتفوا بالصورة دي؟ طيب في البداية نسأل الله عز وجل إن يكونوا رجعوا. لكن قناة العربية قالت حاجة تانية خالص غير قناة سكاي نيوز. قالت لك الجيش السوداني بينفي عودة الجنود المصريين. فأنت هنا كمواطن مصري موجود على أرض مصر، جنودك اللي في السودان جنود مصريين، عندك إعلام مصري يعتبر هو الأقوى في الإعلام العربي من حيث العدد، من حيث عدد القنوات وعدد المواقع الإخبارية وعدد اللجان كمان. والله في ظل الإعلام ده إعلامك المصري، وعندك جيش هو الجيش الأقوى في الشرق الأوسط وفي الدول العربية، وعندك متحدث عسكري بسم الله ما شاء الله عليه كل يوم بفتح مصنع سمنه ومصنع بسكوت وبيعمل له ميكس بعد طلع لك البسكوت بتاع العيد، عندك الحاجات اللطيفه الظريفه دي كلها، مفيش بيان، بيان مفيش. فقناه العربيه قالت لك الجنود ما رجعوش، فانت كمواطن مصري، كمواطن اصدق مين فيهم؟ انا كمواطن اروح لمحمد بن سلمان اساله اقول له هو جنودنا ما رجعوش بجد، ولا اروح لمحمد بن زايد اقول له جنودنا رجعوا؟ انا كمواطن مصري المفترض اصدق مين؟ طبعا طبعا انت كمواطن بتادي السياسه تقول لي صدق بلدك، صدق حكومه، ما هي حكومه بلدي ما اتكلمتش، ما هي حكومه بلدي ما نزلوش مانفيستو سكريبت حتى يجي لهم من اسرائيل من الامارات من اي، ما نزلوش سكريبت مؤكد ان جنودنا رجعوا، لا هم اكتفوا بالخبر اللي قالوه من قناه سكاي نيوز وقال لك شكرا 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 كل سنه وانتم طيبين عيد سعيد. طب الخبر اللي قالته التاني سكاي نيوز قناه الشرق الاماراتيه لما قالت ان في جندي سقط، الجندي ده فين؟ قناه الشرق لم تنفي حتى هذه اللحظه، مر اليوم الخامس لم تنفي قناه الشرق فكره ان جندي سقط، ما نفتش. طب ليه الكادر اتصور من بعيد؟ علشان كده نرجع للفيديو اللي فات، ليه حميدتي اخذ جنودنا من مطار مرعوي السوداني اللي بحسب الخريطه زي ما وريت حضراتكم في الفيديو اللي فات، الخريطه السودانيه من مطار مرعوي للحدود المصريه صحراء مفيش فيها اي منازعات ما بين حميدتي والبرهان، يقدر جنودنا يرجعوا بامن وامان وطمانينه وسلام. ليه ليه خدهم الخرطوم وسط اللي بيحصل؟
فتخرج الامارات بعد منها علشان ترد بقى ايه، فيخرج اللي جاني يكذبونا، تخرج الامارات تقول لك بقناه سكاي نيوز الجنود رجعوا، فاللجان والاعلام المصري السامسونج ياخد الخبر ينشره، فتخرج قناه السكاي نيوز تحذف الخبر، تحذف خبر ان جنودنا رجعوا. طبعا انا كمواطن او انا كحد بنقل لحضراتكم الخبر بعد اللي جايبه لحضراتكم، هل في شيء من واحد من تريليون في المليار جمله قلناها غلط؟ انا بجيب لك اعلامهم، الاعلام المصري ما اتكلمش. فانا النهارده كمواطن عايز اعرف الجنود رجعوا ولا ما، اروح لمحمد بن زايد ولا محمد بن سلمان؟ سيبك من عبد الفتاح السيسي، ده طيشه وعايز رز. وكل كل اللي بيحصل كل يوم في السودان وبيتكشف يوما بعد يوم بيوريك السيسي قد ايه عايز رز. على فكره بمناسبه السيسي اللي عايز رز، صحيفة الويل ستريت جورنال قالت لك ان السيسي بيدعم الجيش السوداني بالطائرات والطيارين. عرفت ليه حمدتي مش عايز يسلم الجنود لغايه دلوقتي؟ صحيفة الويل ستريت جورنال يعني. السيسي بيدعمهم بناء على مين؟ على رغبه محمد بن سلمان السعوديه. وده يؤكد اول فيديو قلناه في موضوع السودان، ان السعوديه ومصر صف الجيش السوداني اللي هو برهان، والامارات صف حمدتي. الامارات برضه بالمناسبه حسب صحيفه الويل ستريت جورنال برضه قالت لك ان حفتر بيدعم حمدتي، وعادي يعني حفتر هو اصلا ميليشيا وحميدتي ميليشيا، فالاثنين بيدعموا بعض عادي جدا، والامارات كان جايبه ميليشيا في اليمن، فعادي هم ميكس 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 في بعض. انا هنا برضه لا ابرئ السيسي ومحمد بن سلمان والبرهان، سبحان الله هم كلهم خلطه واحده بس اختلفوا على الذهب. خلطه واحده بس الاختلاف على الذهب، مين اللي ياخد التركه دي؟ مين اللي ياخد المليارات دي؟ سيبك من القصه دي، نرجع لقصتنا تاني. جنودنا، انا النهارده كعبد الرحمن عايز اعرف جنودي رجعوا ولا ما رجعوش؟ مطالب بقى النهارده اصدق الاعلام الاماراتي؟ اصدق الاعلام الاماراتي اللي قال لك رجعوا؟ والسعوديه حلوه السعوديه دي، والسعوديه تقول لك ما رجعوش؟ طب النهون مين اصدق من التاني؟ مين صح؟ مين صح؟ فين اللجان الالكترونيه؟ فين الناس اللي داخله تتكلم عندنا على اليوتيوب والكلام ده؟ يقول لك تعالى بقى وريني، اطلع قول تحيا. طب تحيا مصر يا عم، بس تحيا بشعبها، تحيا مصر يا حبيبي بس تحيا بشعبها، تحيا مصر بس تحيا بجيشها، ان يكون عادل، ما يعمل ما يتقالش عنه يا جيش فوزيه ويعمل نفسه بورم على الشعب المصري الاعزل، ما يعملش ما يتقالش عنه يا جيش فوزيه وعلى الشعب المصري الاعزل يعمل نفسه بورم، وسيسي يقول لك انا ابيدو ابيدو عندي جيش ابيدو في 6 ساعات، ابيدو الكره في 6 ساعات. طب ما فيش عندك جيش كده يعمل لقطه، مش هقول لك لقطه ان احنا ندخل السودان، لا 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 لا، بالعكس انا لو مسؤول في مصر قراري هيكون لا ما تدخلش السودان، بس قراري يحفظ هيبه الدوله، مش يجي لي ميليشيا زي حمدتي يقول لي هندرس لما الموضوع الهدنه تخلص، فتخرج لك قناه سكاي نيوز اللي هي بتدور صفحات حمدتي من الامارات تقول لك الجنود رجعوا، احنا نشرب الشوربه او وعلى فكره وارد يكون في جزء من الجنود رجعوا بس مش نفس اللي في مطار مرعي السوداني، يعني وارد يكون في جنود رجعوا بس مش هم اللي في مطار مرعي السوداني. ليه؟ هنسأل سؤال هنا، هم جنودنا اللي في مطار مرعي السوداني حصل لهم حاجه؟ خاصة في ظل الخبر اللي نشرته قناة الشرق الإماراتية وقالت لك إن في جندي سقط، هل جنودنا اللي في مطار مرعي السودانية حصل لهم حاجة؟ إشمعنى رجعوا ناس تانية؟ وإشمعنى حتى اللي رجعوهم خدوهم بالصورة زي ما قلت لك الكتر من بعيد؟ ليه؟ علشان كل اللي في مطار مرعي السودانية أنا وأنت يا زعيم عارفين شكلهم، شفناهم الفيديو كان متصور من قريب، وللأسف والدعم الإسرائيلي بيقول لهم يا جيش فوزية، فوشهم كان قريب، أشكالهم بنت بالنسبة لنا، أما الصورة اللي نشرها الإعلام المصري من بعيد علشان ما تعرفش تتعرف عليهم، علشان ايه؟ يلا هي هي العيد جه جنودنا رجعوا خلاص، هم ما رجعوش، هم ما رجعوش، لان لو رجعوا عارفين بعيدا عن الاعلام الاماراتي والاعلام السعودي ومين فيهم اصدق ومش اصدق؟ انا الاصدق بالنسبه لي عبد الفتاح السيسي. قال لي لا 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 مين الاصدق عبد الرحمن؟ ايوه عبد الفتاح السيسي. اقول لك ليه؟ ليه؟ لان عبد الفتاح السيسي اللي بيروح يزرع شجره نخل او بيفتح افتتاح كوبري مشاه بيروح يجيب حفله واعلام يصور، بالله عليكم يضيع حتة الجنود اللي رجعوا من غير ما يروح ياخد الكادر واللقطة، ويظهر بقى انه الزعيم والمشير والبطل الهمام والشحن الوطني، ويتعمل الاختيار الجزء الرابع في المشهد البطولي ده، ما بالله عليكم هي دي اللقطة. عبد الفتاح السيسي طالما ما راحش عمل معاهم لقطة، مش دول الجنود اللي كانوا في مطار مرعي السوداني، لان مش معقول عبد الفتاح السيسي يروح يتصور معاهم ويتصور من بعيد، لازم يتصور من قريب والكادر الموضوع. فعشان كده يبدو ان السيسي اتصل بمحمد بن زايد، احنا بس عايزين الجنود يرجعوا كده، فمحمد بن زايد قال له ما فيش الكلام ده الايام دي، انا مكلم حبيبتي يركنهم عنده شويه في الخرطوم في وسط اللي بيحصل. فايه دي قصه الجنود رجعوا ولا ما رجعوش؟ انت كمواطن بتأيد السيسي،
وبتأيد ابن سلمان وشايفه بطل، وابن زايد وشايفه بطل، وشايف ان الاعلام الاماراتي هو الاعلام الصح، واعلام السعودي هو الصح، انت كمواطن بتأيد السيسي، هتصدق مين بقى؟ تصدق مين؟ الاتنين شايفينك معزة وبيتعاملوا معاك على هذا الاساس. سلام عليكم.